ايه يا كرامة، مالك يا بنت؟ اليومين دول نجمك بقى خفيف قوي. دي عين وصابتها يا حاجة والله. طب قربيني منها، اقرا لها ايتين يحصنوها. ما تخافيش، دي الحاجة ايدها كلها بركة. روح اعملي لها كوباية تليو. حاضر. قربي مني، قربي مني علشان احصنك. تعالي تعالي لما رقيك. لا إله إلا الله، مالك الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو على كل شيء قدير. بتبصلي كده ليه؟ خايفة مني؟ حد يخاف من ست عجزة من صابة في دراعها ومحبوسة في كرسي بعجل؟ تعال تعال اما رقيكي من وسوسة إبليس ومن التهيؤات اللي عندك. ربنا يكفينا شر المستخبي. مدى تأثيرها على نوعية البضاعة اللي بنديها لكم؟ واضح ان التأثير ايجابي. صنع عناية ولسه في تطوير. I made it with my own hand. It still needs some improvement and I will be improvement more. لسه طورها تاني. And I will be improvement more. And how are you going to improve it افندينا؟ وناوي تطورها ازاي افندينا؟ ده كاميرا حضارات اللي موجودة كلها في السوق. اما الهندي اما صيني. الألماني ابن بلده شاح، مع إن عليه طلب وطوابير ياما، وعلشان بقى الأصل الألماني ده يجيب لي ثمنه لازم الخلطة دي هي الحل، لازم أخلطه كده، وهنعمل منها البرشام كمان. The chemicals available in the market are either Chinese or Hindi. Original German chemicals are dimensioned while the diamond is diamond high. What do you need أفندينا؟ طلباتك أفندينا؟ بضاعة بيور، نعمل منها الخلطة والمكسب يتقسم بحق ربنا. Pure goods to make the blend and the share will be justly divided between us. المكسب يتقسم بحق ربنا. Fairly divided. But on one condition, you should open new and various markets. More you reach to new markets, more you will earn profits. بس بشرط تفتح أسواق جديدة ومناطق بيع مختلفة، على قد ما توسع على قد ما هيكون نصيبك. اطمنوا، البضاعة اللي زي دي مش محتاجة ولا تتسوق ولا نفتح لها أسواق. هي هتسلك نفسها بنفسها وسط الجرمة اللي احنا عايشين فيه. الناس مش طايقة نفسها، مش عايزين يفوقوا عشان ما يشوفوش ايه اللي بيحصل حواليهم. احنا بقى هنقدم لهم الخدمة الإنسانية دي. Don't worry, this type doesn't need any publicity. It's widely spread everywhere. People are started with drugs. They don't want to wake up and see the world around, so we will make the service to make them live in another world. وقول لهم ان هنخلي الناس متكيفة على الاخر. And the people will be very high. Very. افندينا، opening new markets is very important. فتح الاسواق مهمة برضو افندينا. انا ابتديت فعلا وفتحت ابواب رزق لناس كتير. ادوني انتوا بس البضاعة وسيبولي انا المزاج. Very مزاج. I have already started and proved many with the chances to learn living. You just give me the goods and I will make the pleasure. Cheers to Afandina and to the magical blend. يتوب علينا ربنا. Cheers. Cheers to Afandina and the magical blend. المطرة دي مهرة وعايزة خيال صحيح. لم لسانك يا شفاع، الحيطان ليها وداه. معلش شفنا فوق يبقى فك صليبه بنت الايه يا جدع. انت دي مرات المعلم، ما انتش حمل قلم لا من المعلم الكبير ولا من الصغير. لا كبير ولا صغير،
بعايز اوقات فاكي ونطقطق تكون جايب اولها من اخرها. وبعدها لك يا شفاعه، انت السيجاره دي لطشتك ولا ايه؟ دي هي اللي طلتش غلط مره ايه على السكين يا جدع. انت دي مرات المعلم. سلامات يا معلم. العيل كويركو ما يسدش، لا بتجوزها تخليص حق. يجي فين هو في المعلم الغريب الله يرحمه. وانت بقى الباب اللي هيسد. لما معاك مفتاح تخش. معاك مفتاحها؟ بجمع اليومين دول. انت مش فاكر لما شفناها في الحاره زنهارت واتكركبت وخدت في وشها ورجعت على طول؟ عادي يعني، ما كانش فيه اي حوار. انت بقى مش شايف، انا مش شايف ولسه هشوف يا ابو مخي بونيتيل. ماشي يا عم الشواف. ولع يا ده كده زي الهبل. انا اختي مش عارفه انت مستنيه ايه لما يتجوز عليك التالتة ولا الرابعة. تلاقيكي قاعده مستنيه لما يرميكي في الشارع بالهدمه اللي عليكي، وهو داير يتفسح لي ويقضي لي شهر العسل، وانت قاعده كده عماله تاكلي في نفسك لما بقيتي حته جلد على عظم. يا اختي تعملي اللي بتعمله اي ست علشان تحافظ على بيتها وجوزها، ان شاء الله حتى تنطي وتاكلي مصارينها. الخوف مش من العروسه، الخوف من اللي دايب على عتبتها يا هبلة. رمانة الرقاصة، انت نسيتي؟ هي دي اللي صحيح الخوف منها. انا لو منك اروح وابص يا اختي اشوف واتاكد، مش يمكن؟ وهي تبقى ورقة في ايدك لما سي خميس يرجع تقومي ضربه له كرسي في الكلوب وننكد على العروسة ونخلص من الجوز. ده عنوانها ومكان شغلها، روحي وشوفيها وتأكدي ان كلامي مظبوط. اه يا اختي هتروحي لها وهتقفي في وشها وتقولي ابعدي عن جوزي يا ولية. يا هبلة ده حقك، بس خدي بالك دي علمة، يعني تربية حواري، يعني بتلعب بالبيضة والحجر، وانت خايبة وما بتعرفيش تنطقي. انا عايزاكي تقفي لها بعين وجباير وتهدديها عشان لما سي خميس يرجع تقوم هي تعيط له، قوم ايه؟ احنا نوز العروسه، قوم ايه؟ نخلص من الجوز. انت عايزاني انا اروح معاكي؟ من عينيا الاتنين، انا بعمل كل ده محبه واخوه. بس اوعي تقولي لحد ان انا هروح معاكي ولا ان انا اللي جبت ده، ده انا طلع عيني كده اهو عشان اجيب لك قرارها. خدي بقى العنوان ده وخليه معاكي لغايه لما نبقى نروح. اتفقنا؟ الطقس ملبد بالغيوم واحتمال سقوط امطار، انما انا عارف ان العلب بتوع الارصاد دول في الكنافه، بيقولوا اي كنافه. والحقيقه ان الدنيا ربيعة والجو بديع وقفلها كل المواضيع. يقفل 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 يقفل. انت جاي تهزر بقى ولا على بالك؟ الله، وانت جاي وراكي حاجه تانية يا حبيبتي؟ ما هو الراجل لازم يهزر في شهر العسل، وكل ست من حقها تنكد على جوزها لما يسيبها في شهر العسل. يا حبيبتي اي حاجه تتعوض الا ايام شهر العسل دي، مش ممكن. يا سلام، انت بتقول لي انا كده؟ قول لنفسك. طب اعتبريني قلت. خميس بطل برود، انا مجنونه وانا اموت في الجنان. ايه ده خميس؟ ما تستغزنيش يا حبيبتي، ده انا محضر لك ورديه فسح هبل ما تحلميش بيها. اسمها ورديه؟ اسمها بروجرام. بروجرام؟ مش دي سندوتشات؟ ما علينا، احنا نشيل الاول. بس يا خميس تعالي يا خميس يا خميس تعالي هنا يا خميس تعالي هنا. الفرخه دي لازم تخلص. الحب هو الحل. البني ادم لما بيحب
بيحس ان هو عايز يشب عشان يوصل لافضل صوره علشان حبيبته. وجود مريم في حياه شادي في الوقت ده هيخليه يتمسك بحياته اكتر ويستقبل العلاج، مش كده؟ اه طبعا كده. حاساك مش مقتنع. لا بالعكس، انا مقتنع جدا، لان ده اللي حصل لي من كام يوم. رجعت البيت لقيت بشاير بتعيط، حاولت اقرب منها واعتذر لها على اني مديت ايدي عليها. تعرفي اول ما قربت منها حسيتها قوي، وحسيت انها احساني جدا، كانت لاول مره تبقى مصدقاني قوي وسمعاني قوي. للاسف الشديد ان كل حاجه حوالينا النهارده بتتسابق علشان تحبطك، واول وسيله عشان الهدف ده ينجح هو ان الحب يتحول لكلام فارغ، لكماليات، شيء ملوش اساس، اي حاجه ضد الحب وخلاص. ياه فكرتيني يا دكتوره، انا كنت قربت انسى خلاص. صدقني يا حضره الضابط، بلاش حكايه ضابط دي. صدقني يا آسر بيه، يمكن الحب هو اخر شباك مفتوح في الاوضه الضلمه اللي احنا مرميين فيها دي. ممكن. حاضر حاضر. يوب جنب الباب. مش ده بيت رمانة برضو؟ مين يا بيسا؟ مش انتي رمانة؟ انتوا مين؟ يا اختي مش تقولي اتفضلوا الاول بدل ما الكلام يتبعتر وتحصل مشاكل. بس انا مش فاهمه برضو، انتوا مين وعايزين مني ايه؟ انا مش مهم، لان انا وسطة خير. المهم تعرفي الست دي تبقى مين. كرامه مراتي خميس افندينا. انتي كرامه؟ كويس الحقي، دي طلعت مطلعة على العيلة كلها. بس أنا برضو مش فاهمة أنتوا عايزين مني إيه؟ أصل ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة، وجم وزوا في ودن الست الطاهرة دي وقالوا لها يا أختي إن جوزها بيجي يعط معاكي هنا ومن ورا ظهرها. جرى إيه يا حبيبتي؟ في إيه؟ مالك داخلة عليا بزعابيب مشير كده؟ يا وش يا وش، بالراحة كده عشان نعرف نعمل الواجب، الملف السعد. يا اختي انت هتفضلي قاعده ساكته لي كده اهو، ما تقولي لها انت عايزه تقولي ايه، ما تعملي حاجه. ايه البرود ده؟ انت لسه هتشاوري؟ اسكتي خالص. بتقول لك ابعدي عن جوزها احسن لك بدل ما هتجيبك بسنانها. واذا كنت يا اختي فرحانه بشويه الحلاوه والطول اللي انت فيهم، بكره تكشي وتقددي. واذا كان على مزاجك خميس فده موزون على الشعره جوه بيته. لمي روحك ولمي تعابينك احسن لك، مش كده ولا ايه؟ ويا ترى ده بقى كلامها هي ولا كلامك انت؟ يا اختي احسبيه زي ما تحسبيه. خير يا رزق؟ في ايه؟ الواد شفاعه مد دبقك ولابدلك في الدره. انت اللي شفته ولا هو اللي قال؟ كنا بنخمس في سجارتين كده وخرب كلام كتير. كلام زي ايه يعني؟ زي يوم ما شافك في الحاره مثلا وشويه هفلطه فارغه كده. هو الواد عينه مني ولا ايه؟ بالظبط كده. ماشي تشكر يا رزق. انا النهارده بس حسيت ان انا ليا ظهر في البيت. انا محسوبك يا ست مطر. انت راجل يا رزق، وانا طول عمري اقدر الرجاله، ومن النهارده في خط مفتوح بيني وبينك، اي حاجه تعوزها اديني بس رنه وانا اقول لك نتقابل فين وازاي. خدامك يا ست الهوانم. انما قول لي هو براء فين دلوقتي؟ واحد اتنين تلاته اربعه. It's done.
أنا قلت حلاقيك في المطار، أرجع كمان البيت ملقاكش؟ بجد؟ سفرية إيه دي؟ ماشي، بس لازم تيجي الليلة. باي يا حبيبي. طب يلا قومي بقى جهزي نفسك عشان نروح على البيت، ولما هو يرجع من السفر يبقى يجي لنا. بقولك إيه يا خميس؟ ما تسيبني هنا كام يوم لحد ما تنقل بيتك. ليه؟ ما البيت جاهز والنقل مش هياخد وقت. انجزي بقى، عايز اشوف الحاجه وحشتني. اصلا انا حاجتي هتاخد وقت طويل شويه. بليز يا خميس، والنبي والنبي سيبني هنا كام يوم. ماشي ماشي يا بنت الباشا، ماشي يا حبيبي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي. خلطه جديده اعملها يا فندينا، هرشها في السوق ويبدرها في كام يوم. سرها مع ابو سنه. السفريه دي عشان يجيب الاصل ويضربه هو هنا. تستاهل بقى اللي في الشنطه دي، ولا الكلام ما ياكلش؟ لا لا لا، ياكل لحد ما يزور بالهنا والشفا. الله يهنيك. بس احنا مهمتنا الوطنيه للاجيال الجايه ان نعرف الطبخه دي بتتعمل فين وازاي عشان ما نضرش صحتهم خالص. لا ده كلام تاني، محتاج رؤى وروقان. أحلى عيشة وأحلى رؤى وأحلى روقان من المعلم النوح للمتر بدران. طب يا معلم، أنت هتسيب له البيت مش كده؟ لا مؤاخذة يا معلم، أنا بسألك يعني هتسيب له البيت عشان يعني بعد كده هتروح فين؟ فرع الصحراوي. ببني فيلا هناك، بس لسه قدامها شوية، وعلى ما تخلص هقعد في بيتي اللي في المزرعه. فكرتني، ده انا محتاج يومين دول كل قرش. لا لا، ما انت هتعمل قرشينات ياما يا معلم. امال ايه؟ لا انا بس عشان اجي لك يا معلم هناك يعني، ونقعد مع بعضينا ونروق الاناني ونذبح لنا طاووسين من دول. هو مش بيتاكل برضه يا معلم؟ وحتى اكون عملت تحرياتي وجبت لك المفيد، بس كله بتمنه. وانا تحت امرك، وبعرف ازاي أقدر الرجالة.
نبقى متفقين يا معلم. عارف يا معلم اجمل حاجه في المتر بدران انه مش مادي. بتعدهم يا بدران؟ لا ده احنا نتعرف على بعض بس. يا ترى عرفوك؟ وحشتيني يا ابو، وحشتيني. معلش اتاخرت عليك شويه عند الباشا. على الله تكون اتوفقت كده. ولا الرحلة جت بفايدة؟ كله بفضل دعواتك يا حاج عسل. الحمد لله على السلامة يا فندينا. الخال الخال جبت لك اللعلب الذهبية. وحشني وحشني وكمان وحشني. تعال سلمي يا شوق. الحمد لله على السلامة. يو ما تحب على ايد فندينا يا بت ولا نسيتي؟ خش اوضتك يا شوق. امرك. الا صحيح يا خميس هنرجع بيتنا تاني؟ وهنرمي ورا ظهرنا كل حاجه في البيت ده واي حاجه. ودعوا بقى كل حاجة في البيت ده، ودعوا كل يوم في البيت ده، وكفنوا العفش ده. ياه ورفضوا تراب الكسرة على هدومكم اللي بنقلها البيت الكبير. عايزين نروح البيت الكبير يا خال، نضيف نضيف. يا ريت يا ابو جمعة. يا زمن بتسهل واحد وتسرق من العمر كل اللي كنا فاكرينه في ايدينا، وبتجبرنا نودع اللي ساكن فينا. بس لا لا والف لا يا خميس، وحياة الدم اللي راح لا تشم ريحة الموت في كل ركن هنا، وخلي كل البراح ده أضيق عليك من خرم إبرة، وكل فتلة في عفشه كفن لروحك. وبيني وبينك أيام حطول يا خميس، أيام حطول، أيام حطول. ما قلنا ما تشعلقيش في الحبال الدايبة، اخرتها كسر نفس وقطم رقبة. ما صدقتنيش. انت بتتكلمي على ايه؟ عن حبيبي القلب يا حبيبتي.
اللي طار واتجوز وهجم من الحاره ورجع لاصله. بقول لك ايه؟ ما تسيبيني في حالي والنبي. محلك ده يا بنتي اللي تعبني وقهرني. انت مش شايفه شكلك عامل ازاي؟ لا بتاكلي ولا بتشربي، حتى كتبك كمان ما بقيتيش تذاكري فيها، وطول الوقت مش على قلي في البلكونه. انا عايزه افهم، انت مستنيه ايه تاني؟ باخد نفسي يوم، بلاش اخده كمان، مستنيه شويه هوا يفتحوا صدري ويدوبوا التلج اللي على قلبي. يا بنت المفروض الجوازه دي فوقك، مش تخليكي بالشكل ده. ده انت عودك لسه اخضر، ما شدش حل في الدنيا، عايزه تقطعيه بدري بدري ليه؟ يوه وادي الاوضه سايبها لك كمان. انت يا بنت انا بتكلم معاكي يا بنت، انت يا بنت لا حول ولا قوة الا بالله. انت شايفاني يا بنت ورايحة على فين؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انا مش بتكلم بالراحة يا جماعة، مش كده بتزعقوا ليه؟ مش عاجبها كلامي. ياما ارحميني، هو انت في حد مسلطك عليا؟ شايف البنت بتقول ايه؟ عيب بقى، عيب كده؟ الجيران كلها سامعة صوتكوا دلوقتي. ما انت شايفه الشبع عامل ازاي؟ ده اتمقد بقى زي اللقمة. روحي اعملي لنا حاجة نشربها، روحي. تعالي يا بنت تعالي. تعالي عايزك في حاجة كده اكلمك كلمتين. اقعدي. اهدي. شوفي بقى يا بنتي. انا بصراحة العبارة بابا انا مش حامل النصايح ولا انا قد مواعظ، امي مكفياني من كل ده بصراحة كده. امك خايفة عليكي. امي مش حاسة بيا، انا تعبانة مخنوقة مش طايقة روحي ولا طايقة اي حد. حسوا بقى بيا شوية. صدقيني يا بنتي امك عندها حق. وبعدين حكاية جوازة خميس دي خلصنا من جوازة خميس، سيبوني بقى في اللي انا فيه. والله العظيم والله العظيم قلبي بيقول لي ان البيت دي فيها حاجه. بنتك مجروحه يا ام فتنة وقلبها مكسور. هي مالها عمالة تقفل كده زي الدومنة؟ الكار ده يا علي ما هوش خميس ونوح وخلاص. الكار ده مافيا، مافيا كبيرة قوي، ليها ألف دراع ودراع، مدة في كل حتة، وطايلة بيه كل شبر في البلد. ولعبة السلم والتعبان اللي بين خميس ونوح دي وراها ناس كبار، كبار قوي يا علي، عشان ينقلوا ده من بيته لبيت ده وده لبيته القديم. واحنا قاعدين في مكاتبنا هنا مش دريانين بأي حاجة. يا فندم يا فندم، ما احنا نجحنا في القبض على اوكار كتير. النيابه خرجت كام وافرجت عن كام؟ ما ترد يا علي. يا علي احنا كرجال امن دارسين وعارفين يعني ايه امن. مهم جدا يبقى عند المواطن العادي عندهم حس امن عشان يساعدونا ونعرف نساعدهم. احنا مش انبياء يا علي، مش انبياء. تعرف يا علي انا ليه حاسس بالفشل؟ عشان اكتشفت ان نص اللي قبضنا عليهم العيال الضريبه، الضحايا والغلابه، التجار الكبار طايحين في البلد محدش مهتم بيهم سايبينهم. حتى التجار اللي وصلنا لهم يا علي طلعوا في الاخر
تجار سريحة وبير سلم. ادخل. لا مؤاخذة معالي الباشا. خير يا سيدي؟ في واحدة يا فندم عايزة تقابل سيادتك بره. قالتلكش اسمها ايه الواحدة دي؟ مش عايزة تتكلم يا فندم لما تخش لسيادتك. خليها تدخل. تحت أمرك يا باشا. يا باشا أنا أول مرة أشوف معاليك بالعصبية دي. تعبت يا علي، تعبت خلاص ونفس اتقطع. السلام عليكم يا باشا. السلام ورحمة الله وبركاته. هو حضرتك مش فاكرني؟ أنا مرات مغاوري. مرات مغاوري يا باشا. أهلا وسهلا. كنت عايزة حضرتك في كلمتين كده. طيب سيبنا لوحدنا دلوقتي يا علي. علي سيبنا لوحدنا دلوقتي. تحت أمرك يا فندم. وبقى ابعت حاجة ساعة مع العسكري اللي على الباب. ملهوش لزوم يا باشا، ملهوش لزوم. أنا عادي عادي. أنا جاي أقول لحضرتك كلمتين وهمشي على طول. هو مش مغاوري في أجازة دلوقتي؟ مغاوري بإيديا يا باشا وهيضيعنا معاه. الأحمر هدت الحيلة باشا وعرف الشغل لمؤاخذة يعني باشا. أسمة الوسط طول النهار هي اللي رمتني على الهباب ده عشان يعني الواحد يعني يهدي المزاج يعني لمؤاخذة يعني يعمل له واجب يعني. بس حتى فاهم يعني باشا. واجب إيه يا؟ أنت بتعمل واجب براني؟ باشا أنا بعمل جواني عشان أعمل براني. ما عادش بيجيب معاك نتيجة ها؟ الأول يا باشا كنت باخد ربع الحباية ببقى حديد، دلوقتي باخد حباية اتنين تلاتة مفيش فايدة. ميح القليلة لما بتبصلي بحس إنها بتحتقرني، بتجنن أو مقايم طايح فيها هي والعيال. حباية واتنين وتلاتة وميح. ميح يا باشا عشان تعرفوا آخرة اللي انتوا بتضربوه ده ايه. جاتكوا 60 نيلة. عال عال عال، التحاليل هايلة وكل اللي كنا خايفين منه مش موجود. بس انت لازم تتغذي كويس وما ترهقيش نفسك. والله يا دكتور ريقي نشف معايا، لا راضية تاكل ولا راضية تشرب. لا 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 لا، تحديدا لازم تاخدي بالك كويس قوي من قصة الأكل دي. إن ما كانش عشانك يبقى عشان خاطر البيبي اللي جاي. عشان مين؟ البيبي اللي جاي. مبروك، انت حامل في 4 أسابيع. حامل؟ عال عال عال، التحاليل هايلة وكل اللي كنا خايفين منه مش موجود. بس انت لازم تتغذي كويس وما ترهقيش نفسك. والله يا دكتور ريقي نشف معايا، لا راضية تاكل ولا راضية تشرب. لا 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 لا، تحديدا لازم تاخدي بالك كويس قوي من قصة الأكل دي. إن ما كانش عشانك يبقى عشان خاطر البيبي اللي جاي. عشان مين؟ البيبي اللي جاي. مبروك، انت حامل في 4 أسابيع. حامل؟
ويا ريت تاخد الادويه دي بانتظام. عن اذنك. ما قلتليش يعني على حكاية الحبوب اللي هتصدرها وترجع تستوردها تاني دي. فما عليك برضه ما قلتليش على حكاية السلاح اللي في ايد الجميع الا هنا. انت فاكر يعني اي حاجة ممكن تيجي ناحية الناس دي وانا ما اخدش عنها خبر؟ طبعا لا، انا عارف انه لازم تعرف. امال ليه بقى عايز تلعب بعيد عني؟ يا باشا لا مؤاخذة بقى احنا نسايا. يا باشا احنا ماشيين في ظلك. دي سبوبة تفاريح كده. سماح المرة دي بسك منك جوز بنتي، بس خليك فاكر مفيش زنة ناموسة ماخدش عنها خبر. كرتونة مبيد لأي ناموسة تقرب ناحية ودن الباشا. ده أنا هزر، ده ما يراك في حوار الحبوب. حبوب بتاعت الستات حلوة، دي مساهمة إنسانية مننا في حل المشكلات بين الزوجين، وهدفنا نحل كل مشاكل الجنسين. وأنا ليا مزاج أبات في بيتي النهاردة يا خميس. وانا سفير المزاج العالي. مالك عدم متسمرة كده ليه؟ ما تقومي تساعديني في شغل البيت، تكونيش فاكرة نفسك بقيتي ست هانم ولا ايه؟ والنبي يا ست مطر مش ناقصة تقطيم، أنا مش قاعدة هنا بكيفي يعني. أمال قاعدة يا أختي بكيف مين؟ المعلم محرج عليا، لا أخرج ولا أتكلم ولا أشوف حد. شكله كده يا أختي مصفيش من ناحيتي. ولما هو مصفيش من ناحيتك كان اتجوزك ليه؟ ولا كونيش فاكرة نفسك يا بنت اتجوزتيه بالعمل اللي عملتيهوله. وأنا شرفني بقى الله. أنا زهقت من القعدة والحبسة المهببة دي ومش عارفة أعمل إيه. خلاص هبقى أكلمه يفكها عليكي شوية. لو النبي هيضيقها أكتر من كده. أنت عارفة المعلم مخه بيتربس. أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل لي ده، بس والنبي يا ربي. الدنيا كلها عندها مخ وهو لوحده مخ تاني خالص، وحتى الفلوس اللي طلبتها منه قطعها عليا. لا وإيه؟ يقول لي أول ما تعوزي حاجة بيطلبيها مني. عمرك شفتي كده؟ يعني نابت جه على شنع بنت العبيطة. حتى الفيلا اللي حلمت ان انا اعيش فيها اتطردنا منها. شفتي نحس اكتر من كده؟ لا شفت اكتر من كده. ما تتلم بقى يا ياض، انت عايز تفضحنا؟ مش قادر يا معلم، مش طايق، مش قادر ابراحة في زوري. شكلنا كان زبالة واحنا خارجين متطين راسنا زي اللي شارين على راسنا قدام الرجالة. هنحط عيننا في عينيهم ازاي بعد كده يا حاج؟ قولي يا ياض. ايه يا ولد؟ احنا مش قلنا هنطاطي للريح لحد ما تعدي؟ رقبتنا بقت زي السمسمة من كتر المطاطية. خلاص انا زهقت، مش قادر اقبل على نفسي ده بعد كده. براء انا مش عاوز تهور، انا مش عاوز تهور. انا مش ناقص بلوى جديدة نقع فيها. المرة دي خسارتها مش هتبقى بيت ولا مصلحة، لا خسارتها عمرك وعمري. انا بقى ما يهمنيش، ولا انا حاجة اموت راجل ولا اني اعيش مره. ولا تقصد مين يا واد بالكلمه دي؟ ما اقصدش يا حاج، من حرقتي بس. اقعد اقعد. سيبني حاجة في الحال، انا مخنوق على الاخر يا ابني. حالك ايه؟ ما هو حالك وحالي واحد يا حمار، افهم. اقعد واسمعني. ماشي يا حاج، سمعني. شوف يا براء، انا عامل كماشه حوالين رقبه خميس. كماشه دي ليها ثلاث ايدين، الاولانيه في ايد المرض، الثانيه في ايد بطران، الثالثه بقى في ايد العمروتي. سلامات يا عمروتي. العمروتي اللي جوز بنته الخميس وحطه في عبه. بس بنته بقى لما تعرف ان جوزها خانها هتقلب الدنيا.
والعمروتي ذات نفسه لما يعرف ان الخميس بيلعب من ورا ظهره في السوق اوه برضه هيقلب الدنيا. واحده هيلعبها الموت والتانيه بلاوه فيها غدران، بس هنوصل مع السكه. يعني زي ما بيقولوا فاضل على حلو دقه، والكماشه تقفش في رقبه خميس ونخلص خالص. فهمت؟ فهمت. حلوه دي يا معلم. يا مزاج الخيرات على سفر المزاج في كل شبر فيك يا مصر. اه يا بلد عايزه ولد يا فندينا. رد علينا، عايزين المفيد. ما هو ده المفيد يا معلم. هلله احنا بنتكلم في السعر يا فندينا. اهو ده عيبنا بقى، ده عيبنا. نسيب الزبد اللي بتدوم ونمسك في الزهرات اللي مش دايمه. يا رجاله يا رجاله، السعر ده حبه فوق وحبة تحت وحبة فوق حبة فوق حبة حبة تحت حبة تحت حبة حبة فوق حبة فوق حبة تحت. خلاص كفاية بقى، مش غنى نكمل. بس أنا شايف إن السعر ده غالي علينا أوي يا فندينا. الغالي ثمنه فيه يا معلم. دي بضاعة ملهاش أخت يتيمة، لا في زيها في شرق ولا في غرب ولا حتى في جنوب. ليه؟ عشان كله شمال. خلاص خليك حنين علينا يا فندينا واود. اتعب انت يا حبيبي زيي، وروح جيب البضاعة وخلطها وباخدها منك بضعف السعر بتاعي. أوامرك يا فندينا، نشتري بالغالي لأجل عيونك. أهو ده كلام المعلمين، الكلام الرزين الموزون. تسلم لي عيونك يا معلم. تسلم يا كبير. يتوب علينا ربنا. انتي ناويه تروحي الشغل برضه يا ابله؟ خميس ما كلمكيش؟ لا انا قلت اكيد كلمك انتي. يا اختي ولا كلمني ولا كلمته. طب يا ابله المجهود الكتير ده غلط عليكي وعلي في بطنك. انتي من اولها كده هتعملي من حبه قبه. خلينا يا اختي نروح نشوف اكل عيشنا، هو ده اللي باقي لنا. انا هروح افتح. لا خليكي، انا كده كده خارجه. روحي. الله يقويكي يا اختي. سلام. جايه جايه. مش فاهمه انا متصربه على ايه ده. شفت عفريت قدامك؟ عايز من ايه براء؟ بيقولوا عليا رمانه ان انا قباض الروح. سمعت الحكايه دي عني قبل كده؟ سيبني في حالي بدل ما اصوت والم عليك الدنيا كلها. لا ده انا عايزك تصوتي على قد ما تقدري. انا عايزك تلمي العالم كله يا ناس يا عالم. هاتوا لهم ايه؟ رقاصه وجاي لها زبون. انا لو حد سالني اقول له كده. خش يا بنت جوه. أثر، عايز إيه يا براء؟ البني آدم لما بيموت بيغسلوه قبل ما يدفنوه، وأنا بقى ناوي تنظفك عشان أنا نفسي تموتي طاهرة. عايزك تحضري كفنك وتفضلي شايلاه عشان هتحتاجي قريب قريب قوي يا رمانة. أنت بتهددني؟ أنا مش بهددك، أنا بس بعرفك قيمتك. لو مسيتش على واحدة مني هتروح في 60 داهية وبستلقى وعدك بقى يا أخويا، وأنت عارف كويس أنا ورايا مين، ورمانة ما بتكذبش. خوفتيني ياما. أنا عارف مين اللي وراكي. أفندينا اللي أنت عاشقاه في الضلمة واللي أنت سلمتيني له، ولا الباشا؟ ما تخافيش، أنا راسي على كل حاجة. الاتنين دول بقى على جزمتي، ويكون في علمك انت كمان بالنسبه لهم حته بت شمال ولا تسوي لزوم المزاج مش اكتر. واول ما تروح عليك يا مزه خلاص كلبه وراحت. سيبني وروح لحالك. انا هروح لحالي، بس قبل ما اروح لحالي لازم تعرف انك هتستني الموت كل لحظه.
ما تخافيش، انا مش غشيم عشان اموتك دلوقتي. لا انا هسيبك كده مش على بعضك. الكهرباء مش عارفه الموت جايلك من ايه ولا من فين، بس ورحمة الغريبة رمانة ميتة ميتة. سلامة وزة. الناس دي مش بتوع كيف وبس يا حاجة، والمصلحة بتاعت العمروتي كان ليها ديل تاني خالص أنا براه. تقصد ده؟ أيوة، الناس دي تجار موت مش مزاج. أنت قلت للعمروتي الكلام ده؟ أراها في كلامي قبل ما انطقها. وقال لك إيه؟ قال لك البلد مستهدفة قال، والناس متلبشة وكله هربان في جلده، وإحنا دورنا الأمن، نوفر الأمن والأمان قال، وإن لازم يبقى السلاح زي الموبايل في ايد الجميع. يبقى هو قير المصلحة الكتيم اللي كنت عايز تلعبها من وراه، وحب يقرصك من ودنك. أنا مش فاهمة إيه اللي مخليك متشعلق في حكاية الحبوب دي. دي مساهمة إنسانية يا حاجة، مساهمة إنسانية في حل مشكلات الزوجية. إحنا دورنا نوزن مزاج الجنسين. العمروتي ما بيهزرش يا خميس. العمروتي بنته نايمة فوق اوضتي تحت جناحي، يعني يوم ما يغدر يتوب علينا ربنا. ان شاء الله حيتوب. امين يا رب. نعم تحت امرك يا حاجه. حاجه انت خليت فيها حاجه؟ انت ظاهر متقل العيار شويه الليل. والله مش انت اللي قلت لي روح اشرب لك ياسين اظبط دماغك وتعالى؟ اديني عملت النصيحه. بتبكتين على ايه بقى؟ عايزك تفوق شويه، غرقان في حضن مراتك وفي الشرب ومهمل شغلنا خالص. لا بقول لك ايه، شوق بره كلامنا ده خالص. الله، من امتى بتكلمني بالطريقه دي؟ من دلوقتي. ولعلمك بقى من هنا ورايح مش هسمح لمخلوق يمسها بكلمه. لا دي البت خلصت على الشويه اللي فاضلين في مخك خالص. لا اله الا الله. تاج يا مايل واعدل المايل يا رب. عايز حاجة ولا روح أنام؟ تنام؟ ما شبعتش نوم يا أبو سنة؟ أوه. ما تسيبيني بقى حاجة. لا مش هسيبك، ولازم نخلص من البت دي، لازم نخلص من الجوازة الشوم دي. الله، وفي إيه؟ في إيه؟ أنا خلاص ما بقاليش لازمة في البيت ده، بقيت ملغي من حساباته خالص. ما صحش كده يا حاجة، المثل بيقول لك إن كبر ابنك خويه وإن كبر أخوك رعيه. انها مش كده، مش هتجوز بمزاجك واطلق وقت ما تعوزي. لا ده كتير قوي. وسيبوني ساكت بقى، خلي اللي جوه جوه. ايه اللي جوه يا ابو سنه؟ ابو سنه عاوز ايه يا شفان؟ انا محسوبك يا ست الستات، انا غرضي بس اني انول الرضا. وانت جربتيني لما شفتك في الحاره، لا نطقت بكلمه ولا فتحت بوقي. انت جاي تساومني يض ولا ايه؟ عفو السماح يا برنسيسة الدنيا وما فيها، لا عشت ولا كنت. انا افديكي برقبتي. بقولك ايه يا شفاعة؟ ايوه شفاعة، انا وهو جواني. انت عاوز مني ايه؟ ده سؤال برضه يا ست بطلة. وانا عاوز ايه غير الرضا؟ والرضا بتاعك ده بقى شكله ايه؟ معنيك يعني مش فاهم. انت فاهم وانا فاهم. هو اصلي يعني عارفين يا ست مطر،
اسمع، لو في حاجة من اللي أنا وإنت فاهمينها دي وصلت للمعلمين، عارف هيجرى لك إيه؟ ليه كده بس يا ست؟ وأنا قلت حاجة؟ أنا بقى مش هقول حاجة، ولو إنت مناك رضايا تسمع كلامي. يا بخت من نفع واستنفع. هنستنفع إن شاء الله، ربنا اللي نستنفع. ضوي خلاص، مبقتش شايفة في الدنيا إلا خميس. ليه إن شاء الله؟ نسيت روحها؟ لولاك أنت عليها وابنها المحروس ده مرمي في السجن، كان زمانها بتدور على اللقمة في الشارع. هي طول عمرها كده، ملهاش غالي، ملهاش عزيز، فاكر إنها زي ما خلصت من اللي راح، الدور هيجي عليا بقى. أنت بتوصل مين؟ احنا مالناش قعد في البيت ده شقوق. نعم، واسيب لها الجمل بما حمل؟ ليه بقى ان شاء الله؟ انا اتخنقت يا شقوق، اتخنقت، بقيتش طايق ريحتهم في البيت ده. احنا لازم نروح نقعد في حته محدش فيهم يعرف لنا طريق جره. يا حبيبي انت لو رحت لاخر الدنيا انا معاك، هو انا ليا حد في الدنيا دي غيرك؟ بس اللي انت بتطلبه ده لازم يتوزن، لازم نفكر فيه بالعقل علشان ما نندمش. مفكرين ان ابو سنه خلاص كبر وعجز وخوخ؟ اللي كان يعرفهم انا ابقى مين، ان ابو سنه ما هو زي اخوه. انا برضو حاسس انه مغير ومش هو. خلك شكله كبر وخرف، واللي باقي من مخه سلمه للعقربه مراته. ما تقوليش كده يا اما، ده الخال برضو. البت معبياه مننا يا خميس. محلوله محلوله، بس بالهداوه بالهداوه. انا الفار بيلعب في عبري، الظهر البت ضربه اسفين جامد قوي. انا عمري ما شفت ابو سنه بالشكل ده. وانا من ساعه ما جيت من السفر وهو متغير. معقوله البت تكون قالت له؟ قال قالت له ايه يا خميس؟ هي مين دي؟ الله شو؟ لا ده انا باخد ودي كده في حوار تاني. بقى البت رمانه قالت لك كده؟ بس انا ما سكتش مع علي وقلت لها انه ده مستحيل بعد عملتها السودة. بعدها راجعت نفسي وقلت اكيد عرفت غلطتها، وانا عارف ان قلب معاليك سو كايندي، يعني بيسعى الكره الارضيه. لا خفيف، البت دي ليها مصلحه معايا وعشان كده طالبه تشوفني. بالظبط، هي قالت كده معاليك. قالت ايه بقى يا اخويا؟ قالت انها عايزه تستنجد بالباشا اللي هو سو كايندي. عموما احنا طول عمرنا بنعمل خير ونرميه البحر. اطلبها لي. يا رمان الباشا معاكي، اتفضل معانا. عايزه ايه؟ عرفت ان الضفر عمره ما يطلع من اللحم. عيب يا خال، ده بقى فندينا ومش على اخر الزمن واحده ست اللي هتوقع بيتها. الست دي تبقى مراتي يا خميس. ومرات الخال يا خال، يوم ما عيني تتجرأ وتبص لها في احد صوابعي. وهي هتتبلى عليك ليه طيب؟ عشان توقفني قصاد بعض الوقفه دي وتقش اللي طوله ايدها. صلي على يشفع فيك يا خال، صلي على يشفع فيك والنبي واسمع خلاصه القول. عليه الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام. بصريح العباره كده انا يعني هودتها حبه على في دماغها. بس ليه؟ ليه؟ كان عندي مصلحه تخصنا كلنا. انا كان كل غرضي ان اوصل لمراد براء النوح واجيبها في حجرنا، خصوصا ان شو بتقابلها عند الست بتاعت السحر والشعوذه اللي اسمها حنتومه. حتى اسالها. انا في البيت ده ايه؟ انا عايز افهم. انت كبير يا خال،
انت كبير قوي، كبير العيله وكبير البيت في السن والمقام، لكن انا كان غرضي المصلحه، والله كان غرضي المصلحه. حتى الكردان ده كان عربون الشغلانه من ورايا يا خميس. وانا ايه وانت ايه يا خال؟ ما احنا طول عمرنا واحد. هو انت يعني لو قصدت كرامه ولا حتى بنت الباشا في اي مصلحه هقفلك فيها؟ والبيت اللي على المحاره؟ بيت ايه اللي على المحاره؟ انا لا اعرف بيوت ولا اعرف محاره. انا اللي عندي قلتهولك يا خال، وانت عرفتني كويس. قلتهولي؟ قلتهولي بعد ايه يا خميس؟ بعد ما شفت وتاكدت انها عايز تضرب مفك ما بيننا. انا بقيت متاكد من كده يا خال، بس انا عارفك، عارفك كويس، وانت مربيني ومحفظهالي زمان، محفظهالي. فاكر يا خال؟ اوعى تدي ودنك لواحده ست. اوعى يا خال، اوعى. سمعت انا اخبار في السوق كده ان المعلمين كلهم شاطين بسبب السعر اللي ربط خميس. معلم هلال كان عندي وقال لي الكلام ده. طب وانت ناوي تعمل ايه يا كبير؟ خلينا بعيد. خميس كده بيحرق نفسه وبيكتر عدوينه، وكله في الاخر مصلحه. ايه زياره ليك يا كبير؟ مين ياد؟ عم الجمال كلهم وعين اعيان نزله السمان، حبيبك وحبيب ايامك. وانا بسال نفسي انا مبسوط النهارده ليه؟ علشان هشوف النوح بيه. امرني امرني يا سيد الناس. امرك ده ايه؟ ده انت اللي جاي عليا. جاي ليه يا مالت؟ حمامه السلام ومرسال الاحبه ولقمه العيش. قوم انت روح شوف الشغل بره. ماشي يا كبير، هسيبك انا مع مرسال الاحبه. استنى يا براء. ويت، وايه اللي دخل براء في اللي بينا يا مال؟ بعد اذنك يا سيدي الناس، المرسال ليكم انتوا الاثنين وبالاخص براء. انا ما تتكلم يا مال. واحد عايزك يا فندم. ابعد. أبصم لك بالعشرة وأضرب لك تعظيم سلام وأنحني لك كمان. دي إيه اللي جابك هنا؟ تكسب يا فندينا. خدت الراجل تحت بطك وبلفته بكلمتين وأنا اديتني الكتف التمام. راجل مين وكتف مين؟ روحي شوفي حالك. حالي ومالي وكل اللي حيلتي هما اللي خلوني أجي على هنا. وبعدين الحق عليا يعني ان انا عايزه اعمل باصلي واوعيك من الحربايه اللي بتحوم حواليك. والله اعلم ناويالك على ايه. حربايه مين؟ اللي رامي سرك في عبها ومديها الامان. ويا اخويا مش شايفه اماره. تتكلمي عن مين؟ مطره. مطرة؟ ايه الحوار؟ خش في الموضوع. خش فين بقى؟ وترجع تنكر؟ انكر ايه؟ زي ما عملت مع الخال. ما انت جيت قدامه وجبت ورا وانكرت انك وديتني الشقة وفرجتني عليها. فاكر الشقة اللي على المحارة؟ بس يلا، أنا ما بقاش في دماغي ولا شقة ولا ديول. خشي في الموضوع يا شوق وانجزي. يا حوار مطرة، ناويالي على إيه؟ وهيفيد بإيه دلوقتي؟ ما خلاص الشقة رايحة لصاحبة نصيبها. ماشي، قولي لي اللي عندك يا شوق واعتبر الشقة لسه موجودة. يعني في شقة على المحارة خميس؟ خل وانا
امريكي خلع الحوار، وهي اللي جت هنا عشان تقول لي على حوار مطعم. يلا شو اسمعني يا خال، يا خال، يا خال، انا اول ما جاني المرسال جيت لك على طول وقلت لازم اجيب الواد ده معايا، لا يكون مزعل معاليك ولا معاليك واخد على خاطرك منه. حكيم انا عارفه الواد ده لما بيتنجل يشرب بينسى روح وبيهلفط باي كلام. بوس ايد الباشا براء. يلا بوس. استنى يا ابني، مش انا اللي اتاكل بالبقين دول يا معلم، ولا شويتين دول هيخلوا عليا. اللي ربى خير من اللي اشترى. يا باشا احنا محاسيبك ورجالتك وضلك في السوق. المالتي بيقول ان معاليك عاوزنا. مرنا يا باشا، احنا من ايدك اليمين على الشمال عدل. اتفرج على ابوك يا ابني وتعلم. اتعلم. اتعلم يا باشا، اديني بتعلم. اما رقصه تيجي تعلم عليك وتسلمك زي الكتب لصاحبها تبقى ما اتعلمتش. اه فهمت. اما تفوق وتعمل فيها ذكر وتيجي تهددها وانا قاعد تبقى ما اتعلمتش. يا باشا الموضوع اصله مش كده. اسكت عشان انت. اسمع الباشا هيقول ايه. عشان خاطر ابوك انا هعلمك حاجه مهمه قوي. انت فاكر يا ابني ان انا عندي عينتين زيكم؟ انا كل جسمي عينين، شايفه اللي ما يتشافش وقاري اي دماغ بتفكر في ايه. انا بصيت لك كذا مره يا براء عشان تفهم، لكن مفيش فايده، ما بتتعلمش. ولا ايه يا معلم؟ بحقولك يا باشا، بحقولك، واللي تؤمر بيه معاليك واجب النفاذ. عشان ابوك والعشره والعيش والملح، الفاتوره دي مش هتدفع دلوقتي، بس خليكوا فاكرين الحساب يجمع. يا باشا انا كنت عاوز اقول لمعاليك حاجه بس. اخرجوا من باب اللي ورانا يا معلم، والعربيه اللي جابتكم هترجعكم مطرح ما جيتوا. يا باشا احنا انست وشرفت يا معلم، وزي ما بتقولوا خطوه عزيزه. يلا يلا يلا. انا دماغي هيست. ازاي انا اقع في خيه زي دي يا رمان؟ ازاي انا خميسه افندينا بعد كل اللف اللي في الحياه ده اقع في خيه زي دي؟ انا قلت البت طمعانه في قرشين وهنطلع بالمصلحه، انما برضه الخال، الخال يقول لي انا كده. ولا يهمك يا اخوي، خليه يروق حبه وبعد كده فهمه ورسيه على الحوار. وبعدين هو اكيد عارف انها حربايه وناويه على خراب. بيني وبينك لما سالني على حوار الشقه ده أنا اتبرجلت. أنا مهما قلت برضو أنا عارف الخال استحالة هيشيل من مخه إن أنا وهي اتقفل علينا باب واحد، مع إني والله العظيم ما لمستها ولا هلمسها في يوم من الأيام. خميس يا بنت دي مقشفة، ما يغركيش الألوان. ده أنا بحور عليها الحوار ده، كل ده عايز أوصل لمعلومة واحدة. لكن طبعا الله أعلم هي قالت له إيه أو قالت حلو إزاي، وهي لابساه زي الجنية. خلاص اعمل له زار يا أخويا وطلعها منه. زار يا رمانة؟ إيه الروقان اللي أنت فيه ده؟ أنت في كنافة. طب قولي أنت ليه ما كنتش بترد عليا اليومين اللي فاتوا؟ أنا ناقص بقى يا رمانة دلوقتي الكلام ده. خلاص يا أخويا أنا ولا هزعلك ولا هعكنن عليك. يا ريت، عشان الليلة دي مش باين لها ألوان. طب ايه رايك بقى في اللي يقول لك خبر يخليك تفرح وتشلني من على الارض وتطير بيا؟ طب ما انا كده كده بشيلك، ايه بقى الخبر الجديد؟ ايه اكتر حاجه، اكتر حاجه تتمناها من ربنا؟ ما تخلص يا رمانة بقى، انا مش ناقص الغاز. مبروك يا خميس. الله يبارك فيك. على ايه؟ هتبقى اب. ايه
اخيرا كرامه حامل. كرامه مين يا ابو كرامه؟ مش كرامه اللي حامل، انا اللي حامل. انت اللي حامل؟ يا نهار ازرق. يا نهار ازرق؟ طبعا. انت لازم أن ترجع سيد المعلمين وكبرهم، لازم تاخد مكانك المظبوط بينهم، المكان اللي تستحقه. خميس خلاص طمع، فتح بقه زي التربة، عنده استعداد يطحن عظم الكل ويرميه ويداريه في ترابون. وامه عايزة سيد الناس كلهم، حتى لو كان على حساب اقرب الناس ليها. وانت قلتها قبل كده، مش هتيجي اعز من اللي راح. وزي ما الخل بيشيل السخونيه من الجته، تهبده الكف اللي ينسي اللحم من على عظمه، من بعيد لبعيد ومن غير ما حد يحس بيه. ساعتها تبقى دوست عليهم بالجزمة قبل ما حد يفكر يدوس عليك. احنا في خطر يا برار، وكل اللي عملناه هيضيع، وخميس هيركب الكل. انا كمان مش مطمن حق الكلام الباشا ده. الباشا دماغه مغسوله يا حاج، ده بيكلمني في حوار رمانه. خميس واكل عقله. عشان كده يا ابني لازم نتصرف وبسرعه كمان. انت مش قلت ان بدران عنده سكه؟ ما هو خميس مش مقرب بدران منه اليومين دول، وبعدين بدران عاوز يلعب في فلوسه بس. احنا محتاجين عين شايفه افندينا ودايسه دخانيه. انا عندي فكره يا حاج، برقبه افندينا. فكرتي ايه دي يا اخويا؟ لا مؤاخذه يا معلم، في زياره لمعاليك بره. زياره من مين يا؟ أنا معلم. أبو سنة؟ خميس كبر بزيادة يا معلم، وخد الكل في وشه، ما سابش حد لو داس عليه، حتى اللي رباه وعلمه وكبره وخلاه معلم ما سلمش من ايده. ياه، انت شايل منه قوي يا ابو سنة. ضربة الضنب موت يا نوح. واحنا ايش ضمننا بقى انك مش طبخها سوا سوا انت وخميس عشان تيجوا تاكلوها لنا بالهنا والشفاء؟ ما تفهم ابنك يا معلم ان الكلام ده مش في كارنا ولا في عرفنا، وان مجيئتي ليك هنا دي اكبر ضمان. بس اعرف الاول انت ناوي على ايه؟ النية باينة والكلام مفسر بعض يا معلم. يعني انت عاوز تحط ايدك في ايدي
شرط يا معلم. ايوه شرط ايه بقى يا معلم ابو سنه؟ شف اسمعوا، انا سبت خميس لما الشيطان لعب بدماغه وزحني بعيد عشان احط ايدي في ايدك، لازم ابقى في مكاني معلم، راس براس انوح. استبينا استبينا، تعال جنبي. يا معلم ده لو عايزانا نفضل مع بعض. انت عايزني افوت حته منك جواه؟ ده الحل الوحيد للمصيبه اللي احنا فيها دلوقتي. مصيبه؟ طبعا مصيبه. خلفه زي دي وفي الظروف اللي انا فيها يبقى اسمها ايه؟ انا مراتك يا خميس. احنا كاتبين ورق ولا تنسيت؟ انا ما بتلويش دراعي بالورقه يا رمانه، والورقه دي ممكن اكون قوي ضيعتها في حته ونسيت. انت بتبيعني؟ ومن راح فين الحب؟ أنا بحبك يا رمانة، بحبك. ما الورقتين اللي احنا كاتبينهم دول إيه؟ أنت عبيطة؟ أنا الدنيا عكة معايا قوي يا رمانة، عكة قوي ومحدش حاسس بيا. أنا داخل على عتب الدنيا تانية خالص، وما ينفعش حفرة تانية أغرس فيها. لازم أنا أحرص يا رمانة، وكمان ما ينفعش عادي الباشا دلوقتي. المصالح بتتحكم فينا. المصالح؟ بعد كل اللي عملته عشانك والسنين اللي استنيتك فيها والدنيا بحالها اللي عادتها لاجل خاطرك، مسواش عندك مصلحة؟ ما تحسبهاش كده يا امال. امال احسبها ازاي يا خميس؟ احسبيها زي كل الناس لو بتحسبها. الله، جو الحب والحوارات دي ما بقتش تنفع الايام دي، خدت جنب ووسعت سكة لحاجات تانية اهم بكتير، حاجات بيتحكم فيها المصالح. أنا فاضل لي تكة يا رمانة، تكة وأبقى كبير السوق وأملك السوق كله في إيدي، وعمري ما هسمح لأي حاجة مهما كانت إنها تعطلني. ياه، أنت اتغيرت قوي يا خميس. الطمع عماك، خلاك مش شايف إلا روحك في عيون الخلق. قلبك اللي كان يساعد الدنيا بقى قد خرم الإبرة، لدرجة إنه خنقك وخنق كل حاجة حلوة فيك. رمانة أنا ماليش في جو الحوارات المكعبينة ده. العيل إحنا ممكن نجيبه في أي وقت تاني، نجيبه الموسم الجاي أو الموسم اللي بعده، براحتنا، عندنا العمر. إنما الفرصة ما بتجيش إلا مرة واحدة، ويوم ما تيجي لازم أقفش فيها. فرصة ولا ابنك يا خميس؟ على قد ما كنت فرحانة بيه، على قد ما كرهته دلوقتي، وكرهتك وكرهت نفسي اللي متشعلقة بيك. سيبني يا خميس، سيبني وروح لحالك، روح للسوق اللي بقيت كبيره، روح للناس اللي مرمية تحت رجلك، روح للدنيا اللي عايز تملكها، وسيبني أنا لوحدي ألم نفسي في ركن ضلمة بعيد عنك.